يهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، الله يطول بعمرهم يا رب، وأهني شعب السعودية العظيم بترأس المملكة العربية السعودية لقمة قادة دول مجموعة العشرين. بعتز بشعب السعودية وببارك لهم للمرة الثانية حكومة وشعب ودايما للأمام ودائما في تقدم بإذن الله. بالمناسبة هذه نحب نبارك ونهني للسعودية حكومة وشعب. ألف مبروك جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ألف مبروك سمو ولي العهد محمد بن سلمان، وألف مبروك للشعب السعودي كله، ويا رب كل السنين اللي جاية تبقى كلها فرح وخير وريادة طول الوقت.